بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله في كتاب الضحايا وفي الباب التاسع، والذي عنون له بقوله: باب ما جاء في أكل اللحم لا يدرى أذكر اسم الله عليه أم لا. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: أخبرنا حماد حا، وحدثنا القعنبي عن مالك حا، وحدثنا يوسف بن موسى قال: حدثنا سليمان بن حيان ومحاضر المعنى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، ولم يذكر عن حماد ومالك عن عائشة أنهم قالوا: يا رسول الله، إن قوما حديث عهد بجاهلية يأتون بلحمان لا ندري أذكر اسم الله عليها أم لم يذكروا، أنأكل منها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سموا الله وكلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين، سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث أيها الإخوة المروي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام له طريقان: طريق ذكر فيه عن حماد عن مالك، وطريق لم يذكر فيه ذلك. وكلا الطريقين يرجعان إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، أحدهما متصل والآخر غير متصل. وهذا الحديث يبين أمراً عظيماً يتعلق بأهمية التحري والاحتراز فيما يدخله الإنسان المسلم إلى جوفه، وهذه مسألة عظيمة. كثير من الناس يعجبه شكل الطعام، يعجبه طعمه، ويرى الناس ربما يتفاخرون أو يشترون من طعام معين فيقبل مثلهم على شرائه وعلى أكله. وهذه مسألة في غاية الأهمية يا أخوة. مر معنا فيما تقدم من الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن في شروط حل الذبيحة، قال: ما أنهر الدم وذكر عليه اسم الله. هذه شروط الحل. لا بد أولا أن تكون هذه الذبيحة من بهيمة الأنعام، ولا بد أن تذبح بالطريقة الشرعية التي تؤدي إلى إخراج الدم من جسدها في الموضع المعهود، ولا بد أن يذكر اسم الله عليها، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. نهي، والنهي يقتضي التحريم. لكن هذه مسألة بيّنها هذا الحديث تتعلق بقضية جهالة الحال في حال مخصوصة، جهالة الحال عند أناس انتسبوا إلى الإسلام لكن لا يعلم هل سموا أو لم يسموا. وهذه مسألة مخصوصة، ليست كبقية الحالات الأخرى
عند غير المسلمين. مر معنا في الدرس الماضي أن طعام أهل الكتاب حل لنا، وأهل الكتاب لا يذكرون اسم الله، يذكرون اسم المسيح أو لا يذكرون اسم أحد، لكن نحن بما أن الله أحل لنا طعامهم نحن نسمي ونأكل. لكن بالنسبة للمسلمين الذين لم يسموا إما نسياناً أو جهلاً، ما سموا ذبحوا وهم ينتسبون إلى الإسلام وفي دار الإسلام، فما حكم ذبائحهم؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيّن هنا في هذا الحديث الحكم الواضح الذي يرفع الحرج عن المسلمين. هذه أم المؤمنين تقول إن بعض الأعراب الذين دخلوا إلى الإسلام حديثاً، وهؤلاء من أبعد الناس عن الفقه في الدين ومعرفة الأحكام، ويذبحون ويأتون بلحوم يبيعونها في أسواق المدينة، فشدة التحرز والتوقي للابتعاد عن الحرمات دفعهم إلى سؤال النبي عليه الصلاة والسلام: ماذا نصنع في مثل هؤلاء؟ هؤلاء فقههم قليل وعلمهم كذلك بأحكام الشريعة، وقد لا يكونون سموا على هذه الذبائح، وهذا أمر متصور، ليس ببعيد أن يكون من كانت هذه حاله أن لا يسمي. تقول: ماذا نفعل؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: سموا أنتم وكلوا، سموا وكلوا. إذن عندنا هنا أمران: الأمر الأول أن هذه الذبيحة، هذا اللحم الذي جيء به إلى الأسواق في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كان من أناس ينتسبون إلى الإسلام، ليسوا من غير المسلمين، هذه واحدة. إذن تحقق شرط الدار والانتساب إلى الإسلام. بقي بعد ذلك أمر التسمية، هل سموا أو لم يسموا، أمر مشكوك فيه. ما سارع هؤلاء إلى أكله، بل تحرزوا وسألوا النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: سموا أنتم وكلوا. ولهذا لا يصح أن يسحب هذا الحكم على كل لحم يرد إلى ديار المسلمين فيقال نسمي ونأكل، لأن كثيرا من اللحوم التي ترد ربما إلى بعض الأقطار الإسلامية تكون من غير أهل الكتاب، من البوذيين، من المجوس، من غيرهم. هؤلاء لا تحل ذبائحهم، لا تحل ذبائحهم، لكن أحلت ذبائح أهل الكتاب، فلذلك نسمي عليها ونأكل. أما الذبائح التي في دار الإسلام لا بد من التسمية، لكن إذا جهل حال التسمية أو نسي الذابح، الذابح يعلم أنه لا بد أن يذكر اسم الله لكنه نسي، نسي، الحل ما هو؟ الحل أننا نسمي ونأكل هذه الذبيحة. إذن أيها الإخوة، موضوع التحرز في قضية المطعومات هذه من أهم الأشياء التي يجب أن يحرص الإنسان المسلم عليها. لماذا؟ لما ورد في الحديث: كل لحم نبت من سحت، يعني من حرام، فالنار أولى به. ما يجوز للإنسان المسلم أن يتساهل في هذا الأمر. قضية الحلال والحرام هذه قضية أساس في ديننا، يجب أن يتأكد منها الإنسان المسلم. في بعض الأحوال الإنسان يضطر إلى هذا، يضطر الإنسان في مجاعة، يكاد يموت من الجوع، الله أحل له هنا ما يدفع به الضرورة: إلا ما اضطررتم إليه، يأكل حتى الميتة، يأكل منها ما يقيم به أوده، يعني ما يحافظ به على حياته. لكن في غير هذه الأحوال لا بد أن يتحرز الإنسان المسلم، وربما تعرض هذه للإنسان المسلم في أماكن كثيرة، عندما يسافر خارج ديار المسلمين، بل وعندما ترد هذه البضائع إلى ديار المسلمين
ويجدها متاحة في الأسواق، لا بد أن يتحرى وأن يتحرز. فإن كانت من الذبائح التي لا يجوز لنا أن نأكلها، لا يجوز له أن يأكل منها مهما كانت شهية، مهما كانت جميلة، مهما كانت رخيصة الثمن، لا يجوز له بحال من الأحوال أن يأكلها، لأن ما يدخل إلى جوفك يتحدد به مصيرك، فلذلك لا بد أن تتحرى. ومسألة أخرى هي مسألة أهلك وأولادك، أهلك وأولادك في عنقك أمانة، عليك أن تتحرى في الطعام الذي يأكلونه وأن تحرص على ذلك، لا أن تترك لهم الحبل على الغارب، يأكلون كل شيء يشتهونه أو يتناولون كل شيء يجدونه، لا بد أن تتحرى في مثل هذه الأمور حتى تنضبط حياتهم وحتى تستقيم أمورهم على شرع الله سبحانه وتعالى. تحري الحلال والحرام يجب أن يكون همًا لازمًا عند كل إنسان مسلم، وإذا امتن الله سبحانه وتعالى عليه بالأهل والبنين والأزواج، عليه أيضًا أن يقدر هذه المسؤولية حق قدرها، وأن ينشئهم على هذا المعنى، على هذا المعنى، لأنه الإنسان على ما ينشأ عليه، كما يقول الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فالإنسان الذي يتحرى هذا وينشئهم، لا بد أنهم بعد ذلك يكونون منضبطين بفضل الله سبحانه وتعالى. باب في العتيرة. حدثنا مسدد حا وحدثنا نصر بن علي عن بشر بن المفضل المعنى قال: حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المليح قال: قال نبيشة: نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب، فما تأمرنا؟ فما تأمرنا؟ قال: اذبحوا لله في أي شهر كان، وبروا الله عز وجل، وأطعموا. قال: إنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية. فما تأمرنا؟ قال: في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك حتى إذا استحمل. قال نصر: استحمل للحجيج ذبحته فتصدقت بلحمه. قال خالد: أحسبه قال: على ابن السبيل، فإن ذلك خير. قال خالد: قلت لأبي قلابة: كم السائمة؟ قال: 100. نعم، هذا الحديث يتعلق بأمر من أمور البر التي كانت معهودة عند أهل الجاهلية، وجاء الإسلام في بداية الأمر فأقرها، لكن سيأتي معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنها. هذه العتيرة والفرع، العتيرة ذبيحة كانت تذبح في رجب، في العشر الأول من رجب يذبحونها في الجاهلية، وكذلك الفرع. الفرع قيل فيه هو أول النتاج، يعني إذا كان عند الإنسان ماشية فأنتجت هذه الماشية، أول ما تنتج، أول شيء تنتجه هذه الماشية كانوا يذبحونه، يسمونه فرع. لكن الأمر مختلف عند أهل الإسلام عن أهل الجاهلية. أهل الجاهلية كانوا يذبحون هذه لآلهتهم، كانوا يذبحون العتيرة لآلهتهم، يتقربون بها لأصنامهم وآلهتهم التي يعبدونها من دون الله. وكذلك الفرع، فرع هذا أول نتاج، كانوا يذبحونه ويأكلون لحمه ويعلقون جلده على الأشجار،
ولا يستطيع أحد أن يصل أن يتناوله أو يأخذه، لأنهم قد استقر في أذهانهم أن هذا للآلهة للأصنام، فالذي يعبث به أو يقترب منه قد يصاب بأذى. فجاء الإسلام فسأل هؤلاء الصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، سألوه عن هذا الأمر، إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية، يعني في رجب كنا نذبح، والذبح في ذلك الوقت كما قلنا للأصنام، فما تأمرنا؟ ما تأمرنا؟ يعني هل نفعل أو لا نفعل؟ النبي عليه الصلاة والسلام بين لهم أن الصدقة لله والتقرب إليه في كل شهر، ليس في شهر رجب فحسب، يأكل الإنسان ويتصدق ويطعم ابن السبيل ويطعم الفقراء والمحتاجين، هذا أمر حسن، لكن يبتغي بذلك كله ما عند الله سبحانه وتعالى. وأما الفرع فكذلك، فرع النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يقول في كل سائمة فرع، سائمة ليست مجرد الماشية التي ترعى، بل التي عددها 100، يعني إذا كان عنده 100 فأنتجت فهذا أول نتاج يذبحه يتصدق به. لكن ربما كان من المعتاد في الجاهلية أنه يذبح بعد ولادته، فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشدهم إلى ما هو أفضل وأكمل، أنهم يتركونه يتغذى بلبن أمه ويأكل من المرأة حتى يكبر، حتى إذا ما استحمل، يعني إذا كان بعيرا أصبح كبيرا يصلح للحمل ويصلح للركوب، ذبحته فقسمته بين الفقراء والمساكين والمحتاجين، هنا أفضل وأوفر لحما وأكثر فائدة، المنتفعون منه كثر، فهذا لا حرج فيه. إذن ما الفارق بين ما كان يعمله أهل الجاهلية وبين ما أقره النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث؟ الفارق أن ذلك كان يعمل للأصنام ولا يكون خالصا لله سبحانه وتعالى، وإن كان المقصود به الصدقة في كلا الأمرين، لكنه في الأول عند أهل الجاهلية لم يكن يقصد به إلا الإشراك بالله وأن يقدمونه للأصنام، لكن أهل الإسلام يتقربون به إلى الله سبحانه وتعالى. أمور كثيرة كانت معهودة في الجاهلية بأسمائها، لكن مدلولاتها اختلفت، منها على سبيل المثال الطواف بالبيت. طواف بالبيت كان أهل الجاهلية يطوفون، وجاء الإسلام فبين مشروعية الطواف في البيت بالبيت، وهو ركن في الحج وفي العمرة لا بد منه. طيب إذا ما الفرق بيننا وبين أهل الجاهلية؟ أهل الجاهلية كانوا يطوفون بالبيت نعم، لكنهم يطوفون وهم يظهرون إشراكهم بالله سبحانه وتعالى، يطوفون ويجعلون هذا الطواف لآلهتهم ويلبون ويقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه هو ما ملك، هذا الشريك يدخلونه في هذه العبادة، هذا يفسدها. من أشرك معي كما جاء في الحديث القدسي، من أشرك معي غيري تركته وشركه، يحبط العمل. ثم بعد ذلك أهل الجاهلية كانت عندهم اعتقادات فاسدة في الطواف، كانوا يطوفون عرايا، يطوفون عرايا، لماذا؟ ما هي حكمتهم في أنهم يطوفون بالبيت على هذه الحال من التعري؟ تعري لا يترك على جسده شيئا، حتى النساء، النساء المرأة تتعرى وتبحث لها عمن يعيرها شيئا تستر به فرجها، لماذا هذا العمل المشين؟ قالوا لأن الثياب التي كانت عليهم
قد قارفوا فيها المعاصي والذنوب فيريدون أن يتجردوا من الذنوب. الإنسان عندما يعتمد على عقله المجرد يضل. هذه مسألة ربما تقبلها بعض العقول، لكن كيف يتعرى الإنسان ويكشف عورته ويصنع هذا الصنيع الفاحش؟ فلذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، وأرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة وهو في المدينة هذه الرسالة البليغة: ألا يطوف بالبيت مشرك، ألا يطوف بالبيت عريان، وألا يحج بعد هذا العام مشرك. هذا كان قبل حجته عليه الصلاة والسلام، تطهير للبيت حتى يأتي إليه الرسول عليه الصلاة والسلام وهو على كمال الطهارة وإخلاص العبادة لله تبارك وتعالى. السعي بين الصفا والمروة، كانوا يسعون بين الصفا والمروة أهل الجاهلية، لكن السعي هذا كان لأصنام. على المروة على الصفا صنم، وعلى المروة صنم آخر، فكانوا يسعون بين الصفا والمروة لهذه الأصنام. فلما جاء الإسلام تحرج الصحابة من أن يطوفوا بين الصفا والمروة حتى لا يظن أنهم يفعلون فعل أهل الجاهلية، يسعون بين الصفا والمروة للأصنام. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لهم أن طوافهم هنا لله، والله سبحانه وتعالى رفع الجناح عنهم. فإن الصفا والمروة من شعائر الله، ليست من شعائر أهل الشرك ولا من شعائر الأوثان، هي من شعائر الله. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، طوفوا لا حرج عليكم. لكن هذا الطواف مختلف عن طواف أهل الجاهلية، أهل الجاهلية يطوفون للأصنام وأنتم تطوفون لله. كذلك هنا مسألة الفرع والعتيرة كانوا يذبحونها لأصنامهم، وهنا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لهم أنهم يتصدقون بها لله تبارك وتعالى. هذا في مسألة الفرع والعتيرة. وقد جاءت أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام تنهى عنها، عن الفرع والعتيرة. والعلماء قالوا إن الفرع والعتيرة المذكورين في هذا الحديث كان في بداية الأمر، النبي عليه الصلاة والسلام أباحهما، لكن بعد ذلك نهى عنهما في الحديث: لا فرع ولا عتيرة، نهى عن الفرع والعتيرة كما سيرد معنا، فلذلك لم تعد مشروعة. وبعض العلماء يقول لا، هي ليست واجبة، لأن الحديث هنا قال في كل سائمة فرع، يعني يجب، فقالوا إن هذا الحديث لا فرع ولا عتيرة يعني ليس واجبا، من أحب أن يتصدق من ماشيته فلا حرج عليه، لكنه ليس بواجب. ولا بد أن نلاحظ أيضا أنه شرع في ديننا أشياء أخرى تجب على الإنسان المسلم تقوم مقام هذه الأمور التي كانوا يعتدونها، هي قضية الزكاة. الزكاة في بهيمة الأنعام بيّنها الإسلام، ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه تغني عن أن يكون الإنسان متبعاً لشيء سبقه. وعلى كل حال فهي لو نسخت، لو ثبت أنها نسخت، يعني نهي عنها نهياً مطلقاً لا فرع ولا عتيرة، فأراد الإنسان أن يتصدق أو أراد الإنسان أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بشيء من ماشيته شكراً لله، من غير أن يربط ذلك بزمن معين ولا بمناسبة معينة، فلا حرج عليه. باب الصدقة مفتوح، وباب القربة إلى الله سبحانه وتعالى قائم في كل
حال. قل إن صلاتي ونسكي، نسك ومحياي ومماتي، الذبح ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فلذلك لا بد أن نفهم الأمور بهذا التسلسل، أن بعض الأشياء كانت في الجاهلية على وجه خاطئ مخالف للشريعة، فالشريعة لم تحرمه لم تمنعه بالكلية، لكنها صححته، صححته. الحج كان موجودا عند أهل الجاهلية، لكن كانت تشوبه أمور كثيرة من التقصير والنقص والإشراك بالله وعدم الإخلاص، فجاءت شريعة الإسلام على لسان رسولنا صلى الله عليه وسلم فبينت هذه الأمور ووضحتها. ومن هنا أيها الإخوة نتبين أن الشريعة الإسلامية جاءت لتبطل الأشياء التي لا يمكن أن تصح بحال من الأحوال. عبادة الأصنام، لا يمكن أن يقال إن هذه الأصنام نعبدها ونحن نقصد وجه الله، هذه لا تصح أصلاً. لكن مسائل كانت موجودة وكانت على وجه الاستقامة كما في شريعة إبراهيم عليه السلام، لكن أهل الجاهلية ومن سبقهم حرفوها وبدلوا فيها، فالشريعة جاءت تصحح هذا الأمر. لكن فيها أشياء كانت مستقيمة على وجه الصواب في الجاهلية، حتى ولو كانت قليلة الشريعة جاءت فأقرتها كما هي. يعني إغاثة الملهوف، نصرة المظلوم، الكرم، حسن الجوار، هذه أمور قواعد أخلاق الشريعة زادتها وثوقاً. لكن ما نأتي ونقول هذه كان يفعلها أهل الجاهلية فنحن نتركها، لا، المسألة تحتاج إلى فقه. ما كان يفعله أهل الجاهلية مما يتعارض مع الإسلام هذا ملغى، وما كان يفعله أهل الجاهلية مما هو موجود في شريعة الله حرفوه، نأخذ بما ثبت وصح في الشريعة شريعتنا عنه، وما كان صحيحا مستقيما فنحن نأخذ به حتى ولو كان عند غير المسلمين سابقا أو لاحقا. فالشريعة ما جاءت تهدم الخير، جاءت لتكمل الخير ولترفع بنيانه وتزيد من كل ما يقرب من الله سبحانه وتعالى وينفع الخلق. حدثنا أحمد بن عبده قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولا عتيرة. نعم، هذا الحديث ذكرنا معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الفرع والعتيرة، وهذا قال كثير من العلماء إنه ناسخ لحكم الفرع والعتيرة اللذين ذكر سابق آنفا، وبعضهم قالوا لا، إنه نسخ الوجوب، ما عادت الفرع والعتيرة واجبة، لكن من أحب أن يفعل فله أن يفعل ذلك. لكن ظاهر الحديث يدل على أنها منسوخة، يعني منهي عنها، لا فرع ولا عتيرة، لأن ظاهر اللفظ النهي، والنهي يدل على التحريم. نعم. قال حدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد قال الفرع أول النتاج، كان ينتج لهم فيذبحونه. نعم، هذا بيان الفرع. ما هو الفرع الوارد في الحديث لا فرع ولا عتيرة؟ الفرع أول النتاج، كانوا يذبحونه. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن يوسف بن ماهك عن حفصة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل 50 شاة شاة. قال أبو داود قال بعضهم الفرع أول ما تنتج الإبل، كانوا يذبحونه لطواغيتهم ثم يأكله ويلقي جلده على الشجر،
والعتيرة في العشر الأول من رجب. نعم، مر هذا معنا آنفا. نعم. باب في العقيقة. حدثنا مسدد قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن حبيبة بنت ميسرة عن أم كرز الكعبية قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاه. قال أبو داود سمعت أحمد قال مكافئتان أي مستويتان أو متقاربتان. نعم، هذا الكلام كله الآن متصل في قضية الذبائح. الذبائح سواء أكانت هذه الذبائح واجبة أو كانت أم كانت مندوبة. الذبائح ما تقدم معنا أولا في الضحايا، الضحايا وأحكامها، ثم جاءت بعد ذلك مسألة الفرع والعتيرة التي كانت في بداية الأمر ثم بعد ذلك نسخت. الآن الكلام في العقيقة، هذه كما ذكرنا في درس مضى العقيقة والهدي والأضاحي، هذه قد تختلف أحكامها من حيث الوجوب وعدمه، لكنها تشترك في بعض الصفات العامة كما ذكرنا سابقا ولا بأس أن نعيده. الهدي واجب، الهدي واجب، الهدي منه ما يكون واجبا كما هو الحال بالنسبة لمن حج قارنا أو متمتعا، فإن عليه هدي واجب لا بد أن يهدي. وهنالك هدي تطوع يبعث به لينحر أو يذبح في الحرم كما كان يصنع النبي عليه الصلاة والسلام قبل حجة الوداع، كان في المدينة ويبعث هديا إلى مكة ينحر هنا، لم يحج فلم يجب عليه شيء، لكنه كان يبعث هذا هدية للحرم فينحر هنا. لكن هذا كله الهدي والأضحية والعقيقة، هذه تشترك في أوصاف معينة. الأوصاف المذكورة في الهدي والمذكورة في الأضاحي أيضا تذكر في العقيقة. في الأضاحي لابد أن تكون سليمة من العيوب، لابد أن تكون في سن معينة، لابد أن تكون سمينة مقبولة للأكل، ما تكون هزيلة. هذه في الأضاحي وفي الهدي وكذلك في العقيقة. العقيقة ما هي؟ هي الذبيحة التي تذبح عن المولود، عن المولود. لماذا هذه الذبيحة تذبح عن المولود؟ عن الغلام كما جاء في هذا الحديث يعق عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاه. لماذا؟ أليس الأولاد من نعم الله سبحانه وتعالى؟ بلى، هذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، فالذبح هنا من باب شكر الله سبحانه وتعالى على جميل صنعه، على جميل صنعه، هبة من الله، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. كل هذا الأمر مرتبط بقدر الله وبمشيئته. يعطي بعض الناس ولدا ويعطي بعض الناس بنتا أو بناتا ويجمع لبعض الناس بين الأولاد والبنات أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، وبعض الناس يتزوج لكن لا ينجب ويجعل من يشاء عقيما. هذا كله مرده إلى الله. إذن القضية ليست مرتبطة بقدرة الإنسان ولا بذكائه ولا بحسن اختياره، هذه أسباب، لكن إذا قدر الله سبحانه وتعالى لك
شيئا من هؤلاء الأولاد فهي هبة من الله سبحانه وتعالى حلت بك. هذه النعم أليست بحاجة إلى شكر؟ شكر لله سبحانه وتعالى أن تشكره. فالشريعة بينت كيف يشكر ربنا سبحانه وتعالى في مثل هذه الحال. يعق يعني يذبح، يذبح عن الغلام شاتان، ليس المقصود أن تكون إناثا أو ذكورا، سيأتي معنا حتى لو كانت من باب الإناث تكون متقاربة في الحال في السمن في السن، تكون متقاربة. لماذا قيل العقيقة ولماذا قيل يعق؟ هذه مرتبطة بالحال التي يكون عليها الطفل عندما يخرج. الطفل عندما يخرج ربما يكون على بدنه أو على رأسه من بقايا ما كان في رحم أمه من الأشياء التي تحتاج إلى تنظيف، تحتاج إلى تطهير، فكأن العقيقة هذه تطهر وتنظف هذا المولود، وهي شكر لله سبحانه وتعالى. وأكثر ما يكون المتبقي على الوليد مما في بطن أمه في رأسه، فقد يتلبد شعر الرأس ببعض السوائل، بعض الأشياء تبقى على رأسه، ولذلك شرع في العقيقة أن يحلق شعره مع الإمكان، ليس هذا واجبا، لكن من باب التطهير والتنظيف يسن أن يحلق هذا الشعر، لأنه قد تلوث واختلط ببعض ما في بطن أمه مما يحتاج إلى تنظيف وإلى تطهير. هذه العقيقة، إذا أطلقت العقيقة انصرفت إلى الذبائح التي تذبح بعد خروج المولود شكرا لله سبحانه وتعالى، فهي ليست للشياطين ولا للأصنام، هي لله سبحانه وتعالى. ولذلك لابد أن يراعى فيها ما يراعى في الأضاحي، وهذا هو السر الذي من أجله اجتمعت هذه الأمور الثلاثة كلها في مكان واحد، الهدي والأضاحي والعقيقة، أنها تشترك جميعا في الأوصاف العامة، أن تكون في مستوى معين من السن ومن الأوصاف، وربما أيضا في طريقة التعاطي معها. إنسان يأكل من هديه، يأكل من أضحيته، يأكل من العقيقة ويهدي ويتصدق، تشترك هي في هذه المعاني العامة. لكن الهدي في الحج واجب، من حج عليه واجب، أما الأضحية فهي سنة مؤكدة، وكذلك العقيقة عند بعض العلماء. بعض العلماء يرى أن العقيقة واجبة لما سيأتي معنا من حديث النبي عليه الصلاة والسلام: كل غلام أو كل مولود مرتهن بعقيقة تعق عنه يوم سابع ولادته. مرتهن يعني مرتبط، ملزم بهذه العقيقة. ولذلك الإنسان إذا عجز عن أن يذبح عن ولده هذه العقيقة، أو نسي، أو تساهل في الموضوع لا يريده، فإنه يشرع له أن يذبح حتى ولو بعد أن يكبر هذا المولود، أخذا من حديث النبي عليه الصلاة والسلام: كل غلام أو كل مولود مرتهن بعقيقة تعق عنه. ما أمكنه لسبب من الأسباب أن يعق عنه في حال صغره حتى ولو كبر، حتى يحقق ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام. شاتان متكافئتان قريبا من بعضهما بالنسبة للمولود، وشاه بالنسبة للأنثى. لماذا قال شاتان؟ إن هذا الغالب. طيب لو أنه عق عن المولود ببقرتين أو بناقتين مما قد استكملت فيه شروط الهدي والأضحية،
يعني بلغ السن المعينة وله أوصاف معينة، هذا أفضل وأكمل ولا حرج فيه، هذا أحسن، لأن نفع الفقراء فيه أكثر. لكن الغالب أنه بهذه الماشية الصغيرة بالضأن أو بالماعز يعق عنه بشاتين متكافئتين، يعني متقاربتين متساويتين. طبعا التساوي من كل ناحية بكل الأحوال هذا قد يكون عسيرا، لكن في النظر العام أنها متقاربة، يعني متماثلة، يعني متقاربة في الحال. هذه شكر لنعمة الله سبحانه وتعالى، وهي قبل ذلك اتباع لما بينه النبي عليه الصلاة والسلام، هي شرع في ديننا، شرعت لنا في ديننا، فنحن نتبع هدي النبي عليه الصلاة والسلام. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد عق عن الحسن والحسين، حسن والحسين أبناء من؟ أمهم من؟ فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، وأبوهما علي بن أبي طالب رضي الله تعالى أمير المؤمنين وصهر رسول الله، وابن عمه علي بن أبي طالب. النبي عليه الصلاة والسلام كان يناديهما، ينادي الحسن والحسين بنداء الأبوة، ابني هذا، يقول ابني عن الحسن والحسين، يقول عن الحسن إن ابني هذا والله لسيد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يصلح الله بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وهذه قصة حدثت بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وبعد انتهاء خلافة الخلفاء الأربعة إلى آخر ما هنالك. فالنبي عليه الصلاة والسلام عق عنهما، هو الذي تولى هذه العقيقة، هو أحضرها وذبحها عن الحسن والحسين. في بعض الروايات بشات، عق بشات عن كل واحد منهما، لكن الروايات الصحيحة الكثيرة أنه عق عن كل واحد منهما بشاتين عن الحسن والحسين، وهذا هو الذي يوافق كل مولود مرتهن بعقيقة تعق عنه، وبقوله عليه الصلاة والسلام أنه يعق عن الذكر بشاتين وعن الأنثى بشاه، فعق عنهما النبي عليه الصلاة والسلام بشاتين. وهذا دليل على المشروعية، ودليل على أن الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحال هو أيضا شرع بالنسبة للمسلمين في كل زمان وفي كل مكان. وما أجمل أن يبتدئ الإنسان حياته وحياة صغاره هؤلاء باتباع شرع الله سبحانه وتعالى، أن يعق شكر لله سبحانه وتعالى. ما يقول الإنسان هذا كثير، هذه فيها تكلفة، أنا أتصدق بثمنها؟ لا، ذبحها أولى من الصدقة بثمنها، كما قلنا في مسألة الأضحية. هذا أيضا يرد في الأضحية، أن بعض الناس يقول أنا أتصدق بثمن الأضحية بدلا من أذبحها. لا، ذبحها وإراقة دمها قربة عند الله سبحانه وتعالى، لا تدانيها قربة أخرى. فلذلك يجب أن يحرص الإنسان المسلم على هذه المعالم البارزة الظاهرة في ديننا، وأن يعلم الناس الجيران والأصدقاء والأقارب، وأن يعلم أبناؤك الذين كبروا أن هذا شرع، فيتلقى الكبار الصغار عن الكبار هذه المسألة، وتستمر في الأمة أن هذه شريعة، كما هو الحال بالنسبة للأضحية. الناس الآن في مجتمعات المسلمين جميعا يعلمون مشروعيتها ويحافظون عليها ويؤدونها، وينتظرها الفقراء ويحرص عليها الأغنياء. هذه أيضا العقيقة يجب أن تكون بهذه المثابة. نعم. قال حدثنا مسدد قال أخبرنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه عن سباع بن ثابت عن أم كرز قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول
أقروا الطير على مكناتها. قالت: وسمعته يقول: عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه، لا يذركم أذكرانا كنا أم إناثا. نعم، هذا الحديث يؤكد ما تقدم من أنه يعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية البنت يعني بشاة واحدة. قال: ولا يضركم أن يكونوا ذكرانا أو إناثا، يعني ما تقول لا بد أن تكون الذبيحة ذكرا، لا، ممكن تكون ذكر وممكن أن تكون أنثى بحسب ما يتيسر لك، بحسب ما تيسر لك. لكن في بداية الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: أقروا الطير على مكناتها، وفي بعض الروايات على وكناتها، يعني أعشاشها والأماكن التي تأوي إليها وتضع فيها بيضها، فهذه لا يصح أن تنفر عنها، دعوها، لأن الله سبحانه وتعالى خلقها لحكمة. وأهل الجاهلية كانوا يعمدون إلى هذه الأعشاش والأماكن التي تأوي إليها الطيور، فيفعلون أفعالاً منكرة في شرع الله سبحانه وتعالى معها. كيف يأتون؟ يأتون لهذا الطائر في مكانه في عشه فينفرونه، يقوم عن بيضه ويخرج من عشه. لماذا؟ إذا كان أحدهم قد هم بأمر، يعني عنده شيء يريد أن يفعله أو عزم عليه، يريد أن يسافر، يريد أن يتزوج، ماذا يصنع؟ مرتبطون بالأصنام وبالشياطين وبالأوهام، فيأتي إلى هذا الطائر المسكين الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فيخرجه من عشه ومن مكانه ومن على بيضه، ينفره، ثم ينظر إليه. إن اتجه هذا الطائر إلى جهة اليمين استبشر وفرح ومضى لشأنه، إن كان يريد أن يسافر رأى أن هذا السفر مبارك، وإن كان يريد أن يتزوج كذلك. لكن لو اتجه الطائر هذا المسكين إلى جهة الشمال رجع عما عزم عليه. لاحظوا أيها الإخوة، العقول عندما تستخف والشيطان عندما يستزل الخلق، كيف يصبح الناس أو يصبح الخلق كالبهائم التي لا تعي ما تفعل. هذا الطائر ما الذي يجعله هو الذي يجلب السعد أو يجلب النحس؟ هو لا يستطيع، لو كانت عنده استطاعة لما خرج من عشه، لكن لما نفرته خاف وخرج، فكان إذا خرج إلى جهة اليمين قبلوه، وإذا خرج إلى جهة الشمال رجعوا عما عزموا عليه. فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام، نهاهم عن هذا الفعل، دعوا الطير هذه المسكينة في أعشاشها وفي أماكنها، ولا تفعلوا هذا الفعل القبيح الذي لا يدل على عقل ولا يؤيده شرع، أن تنفروا هذه الطيور المسكينة من أماكنها. ولهذا جاء هذه أمور تتعلق باعتقاد الإنسان المسلم وبإيمانه، الطيرة، تطير، هذا التشاؤم. النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه في الحديث الصحيح: من ردته الطيرة عن شأنه فقد أشرك، لأنه لم ينظر إلى أن الله هو الذي قدر الأقدار، وأن الله هو الذي يفعل، هو الذي يجلب الخير ويدفع الشر. اللهم لا يأتي بالخير إلا أنت، ولا يدفع الشر إلا أنت. فالذي يعتقد غير الله، أن غير الله يستطيع أن يفعل شيئا مما لا يمكن أن يكون إلا من الله، هذا أشرك مع الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ردته الطيرة عن شأنه فقد أشرك. فالطيرة شرك، هذا التشاؤم. لكن في المقابل أيضا الاستبشار والفرح مطلوب أيضا، الفعل الحسن، الفعل الحسن
عندما يأتيك إنسان ويقول لك أبشر، أو يقول لك انطلق إن شاء الله، هذا الأمر إن شاء الله سيكون لك فيه خير، أو ترى شيئا جميلا تفرح به يدخل السرور على قلبك، خرجت وأنت متضايق تخشى من هذا السفر ولكنك متوكل على الله، فلم تكد تخرج من بيتك إلا ولقيك رجل من عباد الله الصالحين أو من أصدقائك أو من أحبابك فقابل لك وهش وبش فيك، وأين يا فلان تذهب؟ قلت أريد أن أسافر. قال سافر على بركة الله وتعود إلينا سالما إن شاء الله، وربما أهداك هدية وربما زودك بنصيحة، هذه تدخل السرور على القلب، فأل حسن. كذلك أيضا الفأل الحسن قد يكون في الأسماء، في الأسماء، عندما تقابل إنسان ما اسمك؟ يقول مبشر. ما اسمك؟ يقول فرحان. ما اسمه؟ سهيل. ما شاء الله، هذه كلها مبشرات. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يكره الطيرة، وكراهيته للطيرة هذه يعني على سبيل التحريم، ليست أمرا يعني يقبل مرة ويترك مرة، لا، يكرهها لأنه حرمها وبين أنها شرك. ويعجبه الفأل الحسن، ما تريد أن تضيق على الناس الاستبشار والفرح والأنس، لا، كل شيء يدعو إلى ذلك محبب في ديننا. ولذلك عندما كان نبينا عليه الصلاة والسلام في غزوة الحديبية منعه كفار قريش من دخول مكة هو وأصحابه، واشتد الأمر وبدأت المفاوضات بينهم، قريش رفضوا أن يدخل المسلمون إلى مكة لأنهم يرون أن في هذا امتهانا لهم وكسرا لإرادتهم، والمسلمون يقولون لابد أن ندخل، جئنا لنؤدي العمرة ما جئنا لنقاتل أحدا. فاشتد الأمر، طالت الأمور، فبعث أهل مكة رجلا منهم من عقلائهم من كبرائهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو مع أصحابه. ما اسم هذا الرجل؟ هذا الرجل اسمه سهيل ابن عمرو، سهيل ابن عمرو رضي الله تعالى عنه. هذا رجل مشهور، كان خطيبا، كان له منزلة في أهل مكة. فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام مقبلا عرفه، ماذا قال لأصحابه؟ قال سهل أمركم، استبشر باسمه وبقدومه، ما دام أن هؤلاء بعثوا بهذا الرجل الكريم الذي يستبشر باسمه حتى. لكن إنسان أحيانا يستبشر بهذه الأشياء التي تدخل على نفسه السرور والفرح والبشر، حتى وإن كانت هذه لا تفعل شيئا في واقع الأمر لكنها لها تؤثر في نفس الإنسان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام سهل أمركم، يقول لأصحابه، لماذا؟ استبشر بقدوم هذا الرجل الذي اسمه إيش؟ سهيل. فقدم سهيل رضي الله تعالى عنه، وكان على الشرك، كان على دين أهل مكة، وكان من نتيجة قدومه أن تم الصلح، صلح الحديبية، صلح الحديبية. فلذلك الاستبشار والفأل الحسن شيء، والطيرة شيء آخر، لأن الطيرة التشاؤم هذه تجعل الإنسان يعتقد أن غير الله ينفع أو يضر، وهذا هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، لأن هذا الأمر لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يفعل بهذه الطيور كما كان يفعل أهل الجاهلية، أقروها على أماكنها، هذه لا تنفرونها ولا تهيجونها لأنها مسكينة، لا تجلب لأنفسها نفعا ولا تدفع عن أنفسها ضرا، فلذلك اتركوها، لأن الفعل الذي يتعلق بهذا التهييج وهذه الإثارة فعل محرم في دين الله لأنه تطير. نعم.
قال حدثنا مسدد قال أخبرنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي يزيد عن سباع بن ثابت عن أم كرز قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان مثلان وعن الجارية شاه. قال أبو داود هذا هو الحديث وحديث سفيان وهم. نعم، حديث سفيان هو الرواية الأولى، ليس الحديث كله وهم. الوهم فيه أنه قال عن بشر عن أبيه، فكلمة عن أبيه هذه وهم من سفيان. الرواية الصحيحة ما هي؟ عن بشر بدون أن يذكر فيها عن أبيه. فقوله عن أبيه التي ذكرت في رواية سفيان رحمه الله هذه وهم. فأبو داود رحمه الله يقول الرواية الثانية التي لم يذكر فيها أن الراوي قال عن بشر عن أبيه، هذه التي رواها سفيان يقول هذه غير صحيحة. الصحيح ما هو؟ عن بشر بدون أن يذكر فيه عن أبيه. وهذا من دقة العلماء المحدثين أنهم يتنبهون لمثل هذه الألفاظ، لأن هذا فيه زيادة. لو أثبتنا عن بشر عن أبيه أثبتنا راويا زائدا، وهذا لا يصح. يقول نعم. قال حدثنا حفص عن حفص بن عمر النمري قال أخبرنا همام قال أخبرنا قتادة عن الحسن عن سمرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويدمى. فكان قتادة إذا سئل عن الدم كيف يصنع به قال إذا ذبحت العقيقة أخذت منها صوفة واستقبلت به أوداجها ثم توضع على يافوخ أوداجها واستقبلت به أوداجها ثم توضع على يافوخ الصبي حتى يسيل على رأسه مثل الخيط ثم يغسل رأسه بعد ويحلق. قال أبو داود هذا وهم من همام ويدمى. قال أبو داود خولف همام في هذا الكلام وهو وهم من همام، وإنما قالوا يسمى فقال همام يدمى. قال أبو داود وليس يؤخذ بهذا. نعم، هذا مسألة العقيقة مرت معنا، وهي تكون في اليوم السابع، هذه السنة. بعض العلماء يقولون إذا لم تكن في السابع تكون في اليوم الرابع عشر، وفي مضاعفاتها يعني، لأن هذه يعني أن يحرص الإنسان على تحصيل السنة. ماذا يحلق شعره؟ يحلق شعر الصبي مع الإمكان. في رواية قتادة قال يدمى. كيف يدمى؟ هذا كان من فعل أهل الجاهلية، كانوا يلطخون رأس الصبي بدم الذبيحة. فهذا قتادة يقول يؤخذ شعرة توضع في الدم الذي يسيل من أوداج الذبيحة ويمسح بها رأس الصبي حتى يسيل الدم. لكن المؤلف رحمه الله يقول هذا وهم، كلمة يدمى ليست صحيحة. الصحيح يسمى، وهذا تصحيف وتحريف. فيقول يسمى ولا يعني ليست يدمى، لأن وضع الدم على رأسه هذا ليس فيه شيء من مظاهر العبادة، وربما يكون هذا شبيها بصنيع أهل الجاهلية. لكن يحلق رأسه مع الإمكان ويسمى. ماذا يعني؟ يعني أن يذكر له اسم، يقال اسمه محمد، اسمه عبد الله، إلى آخر ما هنالك. هذا في اليوم السابع. نعم. قال حدثنا ابن المثنى قال أخبرنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. قال أبو داود ويسمى أصح. كذا قال سلام بن أبي مطيع عن قتادة وإياس بن دغفل وأشعث عن الحسن قال ويسمى، ورواه أشعث عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويسمى. قال حدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا
هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر الضبي قال الرباب عن سلمان بن عامر الضباب قال قال رسول الله صلى الله عليه الضباب الضباب عن سلمان بن عامر الضباب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغلام عقيق مع الغلام عقيقته فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. نعم. حدثنا يحيى بن خلف قال أخبرنا عبد الأعلى قال أخبرنا هشام عن الحسن أنه كان يقول إماطة الأذى حلق الرأس. نعم. حدثنا يعني هذا تفسير لما ورد في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وأميطوا عنه الأذى. يقول إماطة الأذى عنه ما هي؟ يقول حلق شعره. لماذا حلق الشعر خاصة؟ لما ذكرناه قبل قليل من أن الشعر قد يكون مختلطا وممسكا ببعض السوائل التي كانت في بطن أمه. نعم. حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال أخبر عبد الله بن عمر قال أخبرنا عبد الوارث قال أخبرنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين رضي الله عنهما كبشا كبشا. نعم. هذا ورد أنه عق عن كل واحد منهما بكبش واحد، لكن ورد أيضا في أحاديث أخرى أنه عق عن كل واحد منهما بكبشين، وهو الموافق لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام عن الغلام شاتان. نعم. قال حدثنا القعنبي قال أخبرنا داود بن قيس عن عمرو بن شعيب أن النبي صلى الله عليه وسلم حا وحدثنا محمد بن سليمان الأنباري أخبرنا عبد الملك يعني بن عمرو عن داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه وراه عن جده قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال لا يحب الله العقوق، كأنه كره الاسم، وقال من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاه، وسئل عن الفرع قال والفرع حق وأن تتركوه حتى يكون بكرا شغزبا ابن مخاض أو ابن لبون فتعطيه أرملة أو تحمل عليه في سبيل الله خير من أن تذبحه فيلزق لحمه بوبره وتكفئ إناءك وتولها ناقتك. نعم. هذا الحديث يؤكد ما تقدم من قضية العقيقة عن الغلام أنها شاتان، لكن ما ورد في بداية الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كره العقوق، العقوق منهي عنها من الكبائر، لكن حتى لا يفهم الإنسان يعني أن العقيقة هذه من العقوق، هذه شيء وذاك شيء آخر، العقوق محرمة لكن العقيقة هذه مشروعة، فالنبي عليه الصلاة والسلام بين مشروعيتها، لكن هذا الحديث يدل على أنها ليست واجبة، من أحب، معنى هذا أنها مشروعة مندوبة لكنها ليست بواجبة، فمن أحب أن يتبع هدي الشرع في هذا فليذبح عن الغلام شاتين. وسئل عن الفرع الذي هو أول النتاج، كانوا بمجرد الولادة يذبحونه، فالنبي عليه السلام بيّن لهم أن ذبحه الفرع حق يعني مشروع أن تذبح وأن تتصدق، لكن ذبحه في تلك الحال لا ينفع لأنه ليس فيه لحم ولا شحم، ولد لتوه، فإذا ذبح التصق لحمه بشعر وبره، فالأحسن ما هو؟ قال أن يترك حتى يكبر فيصبح ابن مخاض أو ابن لبون سمينا كبيرا، إذا أعطيته تصدقت به على امرأة أرملة عندها أولاد محتاجون ينفعهم، أو تركته حتى يكبر
فيحمل عليه في سبيل الله في الجهاد، هذا أفضل من أن تذبحه وهو على تلك الحال. نعم. قال حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت قال أخبرنا علي بن الحسين قال أخبرنا أبي حدثني عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي بريدة يقول كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها، فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران، آخر كتاب الأضاحي. نعم، هذا بدلاً عنه، بدل عما كان يفعله أهل الجاهلية من أنهم يلطخون رأس الصبي بالدم، كان أصبح النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنهم بين لهم أن يضعوا خلوقاً، الخلوق ما هو؟ الطيب، والزعفران من الطيب، فيضعون بدل الدم يضعون عليه زعفران، وهذا مفارقة ومباينة لما كان يعمله أهل الجاهلية، بدلاً من أن تضع على رأسه دماً تلطخ، من أن تلطخ رأسه بدم الذبيحة تضع على رأسه شيئاً من الطيب، فيقول كنا نضع الزعفران، والزعفران هذا نوع من الطيب. بهذا نكون قد انتهينا من كتاب الأضاحي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه، وأن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يعلي راية الحق والدين، إنه على كل شيء قدير.